معنا هاتفيا سيد ضياء الشمري من فيينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك سيد ضياء. إذن هذه الصور والمقاطع المصورة الجديدة تؤكد الاعتداء على سيدة عراقية في إيران، في اعتداء هو الرابع في غضون بضعة أيام. ما معنى ذلك في دولة يفترض أنها حليفة للعراق؟ بداية تحياتي للجميع. الأمر الذي يحدث للعراقيين أجمع في 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 إيران، هذا الأمر ليست بغريب، أنه العداء الإيراني إلى جارها العراق من البداية، من بدء إيران ونشأتها، وهذه الميليشيات وحكومة الملالي بالوقت الحاضر هي تدعم الفراق الكبير الذي يحصل، والاعتداء المباشر من مواطنين إيرانيين على مواطنين عراقيين. ولكن السؤال، أين هي الحكومة العراقية من هذا الأمر؟ هل هذه الحكومة العراقية مكتوفة الأيدي، أو هم عبيد إلى الحكام إيران؟ أنا أتوقع الأمر أبعد من ذلك، لأنه الموجودين في العراق ليست ولاءهم للعراق، ليس ولاءهم للمواطن العراقي، وإنما ولاءهم إلى إيران 100%. الموجودين الذين يحكمون العراق، نعم يحملون أسماء عراقية ومعروف إيش وألقاب عراقية، ولكن الولاء الذي يحملونه هم ولاء إلى إيران، هم نعم. عبيد لحكومة إيران. ولكن رب سائل يسأل، يعني ماذا عن الموقف الرسمي، أو على الأقل يعني السفارة العراقية في طهران، ألا يفترض أن تدافع عن مواطنيها، أو يخرج احتجاج مثلا من وزارة الخارجية بسبب تكرار هذه الاعتداءات الإيرانية على مواطنين؟ هذا الأمر حتى ولو يحدث بالخفية، يعني خجلا تروح لهذا، بس احنا المسؤولين العراقيين يا أخي، مع الأسف المسؤولين العراقيين حينما يقابلون المسؤولين الإيرانيين أذلاء أمامهم، هذا ما قاعد نشوفه، احنا اللي نشوفه نراه أمام العين، مذلين، يعني أذلاء أمام الحكام الإيرانيين، ليس عندهم كرامة مع الحكام الإيرانيين كلهم، ولا واحد من عندهم، إذا كان مرجعية وإذا كان رجل سياسي على 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 قمة مجموعة سياسية كبيرة. الموجودين الذين يحكمون العراق مع الأسف هم ويخدمون الإيرانيين 100% طوعا. هذه حقيقة لازم نعرفها. يعني في هذه الاعتداءات، إذن سيد ضياء، إلى أي مدى ظهر غياب الدولة في العراق في مفهومها للدفاع عن مواطنيها؟ الدولة العراقية، يعني مع الأسف احنا لازم نذكر اكو مشاهد حدثت سابقا، كان النظام السائد، اللي هم يقولون النظام البائد في العراق، حينما يعتدي شخص او مواطن أو جهة أمنية أو جهة بوليسية على مواطن عراقي، كنا نعرف ماذا يعمل العراق في هذه الدولة، يقطع العلاقات. كان العراق يقطع العلاقات مع الدولة الذي، وهذه حدثت معي حينما كنت أدرس هنا في النمسا. وقفت السفارة العراقية أمام البوليس النمساوي وبكل جرأة، وتدخل مباشر، وهذه في السبعينات أخي. هذه في السبعينات حدثت. نعم. حتى أجبروا الشخص الذي اعتدى علي أنه يعتذر ويعطيني الإقامة، لأنه كانت هي مشكلة الإقامة. نعم. المشكلة بالوقت الحاضر الحكومة العراقية ما عندها كرامة يا أخي، ما عندها كرامة، كيف تنتظر إذا واحد ما عنده كرامة أنه يجيب الشعب كرامة؟ يعني بعد هذه الاعتداءات بدأت حملات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة إيران وحتى منتجات إيرانية، ما تعليقك على هذه الحملات؟ والله المفروض هو الشعب العراقي أن يقاطع البضاعة الإيرانية، لا يشتري البضاعة الإيرانية، ما في واحد مجبور أنه يشتري، حتى لو كانت رخيصة لا تشتري البضاعة الإيرانية، هذا الحد الأدنى من المواطن العراقي للرد الى كرامته، لان الحكومه ليس لها كرامه. الشعب العراقي شعب معروف بكرامته، بعزه نفسه. بالوقت الحاضر الحكام الموجودين يحكموهم هذه الصفه، ولكن احنا ننصح انه
الحكومة ننصح الشعب العراقي أنه يتخذ قرارا بين نفسه أنه لا يشتري البضاعة الإيرانية ويشتري أي بضاعة أنه البضاعة بضاعة عراقية، حتى أولا يستفيد ابن البلد العراقي ولا يستفيد الإيران الذي يعتدي عليه ولا يحترمه لا في العراق ولا. نحن نعرف حينما يحتجز شخص إيراني يمسكون عنده مخدرات وعنده أشياء غير قانونية في العراق، وراها بساعة ولا بساعتين تنقلب الدنيا ويهدوا هذا الشخص، وبعدين يحيلون الضابط الذي أمر باعتقال هذا ويدفع الدور، يدفعون عائلته والعشيرة مال تجزية. هذا الذي يحدث في العراق مع أي شخص إيراني إذا حدث هذا الشخص وضع معدن. إذن شكرا جزيلا لك من فيينا ضياء الشمري، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.